السلام عليكم أعزائي طلبة المرحلة الثالثة للدراسة المسائية. تواصل معكم لإكمال مفردات الفصل السابع من مادة الإلكترونيات، ووصلنا في هذا الفصل إلى طرق انحياز ترانزستور فيلد إفكت ترانزستور. هنا ملاحظة أنه ما الفائدة من أن نسوي انحياز لأي ترانزستور؟ الانحياز مثل ما قلنا في الفصول السابقة هو أن نضع الترانزستور في مكان بحيث أو في دائرة كهربائية بحيث يكون نقطة تشغيله في المنطقة الفعالة والكيو بوينت تكون في هذه المنطقة. فلهذا هنا قاعد يقصد بالانحياز اختيار نقطة عمل مناسبة لمكبر فيلد إفكت ترانزستور على خط الحمل، ويتم ذلك بنفس الطريقة التي تم شرحناها بالنسبة لمكبر ترانزستور بايبولار جنكشن ترانزستور. هنا بايبولار جنكشن ترانزستور يعني ترانزستور PNP أو NPN اللي هو يستخدم نوع من الشحنات السالبة اللي هي الإلكترونات وموجب اللي هي الفجوات. آخذينا بنظر الاعتبار حجم الإشارة الخارجية والتشويه والقدرة المستهلكة والكسب في الجهد وتيار المصرف. يعني أنت مو فقط تختار دائرة الانحياز من أجل أن تحصل على تكبير، وإنما يجب أن تحصل على دائرة كبيرة، على إشارة خارجة كبيرة، أنا بدي يصير كسب عندك بالجهد والتيار، وكذلك يجب أن تكون خالية من التشويه، وكذلك يجب أن تكون طرق الانحياز بأقل مقدار من مصادر الطاقة، يعني القدرة المستهلكة يجب أن تكون أقل ما يمكن. ولهذا سابقا لو ترجعون للمحاضرات السابقة في طرق انحياز الترانزستورات السابقة كنا نحاول أن نستبدل مصدر للفولتية بواحد. نعني عندي الفيلد إفكت ترانزستور أكو نوعين مثل ما شفنا، نوع استنزافي ونوع تعزيزي. الآن أول طريقة لهذا النوع تسمى الانحياز الذاتي. الانحياز الذاتي من اسمه تلاحظ هذه هي الدائرة ماتة، وهنا قاعد يصير عندي الفولتية اللي هنا نسميها VDD. VDD هي عبارة عن ربط للفولتيم بحيث يكون هذا الجزء الموجب والجزء الثاني رايح للأرضي، يعني كأنما هنا عندي مصدر، هنا في هذه المنطقة مصدر مربوط الجزء الموجب هنا والجزء السالب وين صاير هنا. فلهذا هاي الـ VDD تنقسم الفولتية إلى الأقسام التالية. الفرق الجهد الأول هو على طرفي المقاومة RD، بمعنى أنه فرق الجهد راح يكون ID في RD، هذا الجزء الأول. الجزء الثاني من الفولتية يكون ما بين المصرف والمنبع، هنا عندك المصرف D وهنا المنبع، فهاي شو نسميها الفولتية؟ هذه الفولتية نسميها VDS، إذن VDS هنا. الجزء الثالث هو شنو؟ هو عبارة عن من هو فرق الجهد على طرفي المقاومة RS اللي هو شو يساوي؟ IS في RS. نقول شو تلاحظ؟ تلاحظ أنه البوابة وين رايحة؟ رايحة للأرض. إذن جهد البوابة شنو؟ جهد البوابة صفر. لهذا لو تلاحظون هذا فرق الجهد حكينا عليه VDD، لو تنقل هذا الطرف السالب إلى الطرف الأيمن فالـ VDD راح تكون VDS زائدا ID في RD زائدا ID في RS. هنا الـ ID المار، احنا الـ ID هنا المار بالدرين تقريبا يساوي الـ IS، فلهذا ما سوينا ID أو IS، أخذنا ID فقط. هذا هو النوع الأول. لو تلاحظ هنا قايل جهد المنبع، هذا جهد المنبع اللي هو هذا شو يساوي؟ يساوي IS في RS. لهذا الـ VGS هو حاصل طرح فولتية البوابة من المنبع، VG ناقص VS. الـ VGS الـ VG قلنا مرتبط بيما بالأرث، فلهذا هو شنو؟ هو صفر. الـ VS اللي هو هذا هو نفس فرق الجهد على طرفي المقاومة RS اللي هو IS في RS. لو تلاحظ هنا الـ VGS أوتوماتيكيا إيش صاير؟ صاير سالب.
صاير سالب وهو المطلوب، وهذا هو جهد الانحياز السالب مطلوب للترانزستور في فيلد افكت ترانزستور بيان نوع قناة M، وعليه فإن تم الحصول على هذا الجهد السالب ذاتيا عن طريق المقاومة RS. فلهذا هذه التسمية اللي هو الانحياز الذاتي اجت من حقيقة انه البي جي انت مخليها ارضية، واللي يتحكم بالفي جي اس هو من هو؟ هو الفولتية على طرفي الار اس، واللي يتحكم بالفولتية على طرفي بي ار اس اللي هي سالبة هو من هو؟ هو حقيقة قيمة المقاومة ار دي وقيمة الفي دي دي. يعني انت الان لو ترجع تضرب اي دي في ار اس تخليها وحدها، راح تشوف انه الفي دي دي يبقى والفي دي اس والاي دي في ار دي، وبالتالي يتم التحكم بقيمة فولتية البوابة هذه السالبة عن طريق فولتية المقاومة ار اس. وهذه فولتية المقاومة ار اس شلون يتم التحكم بها؟ يتم التحكم بها من خلال هذه المعادلة عن طريق قيم الفي دي دي وقيم فرق الجهد على طرفي الار دي المقاومة ار دي. لهذا صار عندي كأنما انحياز اوتوماتيكي، فرق الجهد على طرفي كل من البوابة والمنبع أصبح أوتوماتيكيا سالب، وهو ما مطلوب مثل قلنا في حالة يكون ترانزستور من نوع N. الطريقة الثانية للانحياز هي انحياز عن طريق مجهز قدرة ومصدر للتيار. هنا لو تلاحظ هذا هو شكل هذه الدائرة الكهربائية، راح أحاول أزغر شوي على ما يطلع كله. هذا هو الشكل. أين مصدر القوة؟ القدرة. هذا هو مصدر القوة اللي يسمينا شنو؟ VDD. هذا مصدر التيار من هو؟ هذا الترانزستور. لو تلاحظ هنا احنا شخلينا ترانزستور من نوع NPN مربوط وين؟ مربوط على السورس هنا. هذا شنو فايته؟ انت الان تستطيع ابتداء احنا عندنا تيار الاي دي هو بقدر يا تيار من هو؟ تيار الاي اس. تيار الاي دي يمر هنا هو بقدر تيار الاي اس، لكنه تيار الاي اس اللي هو تيار المنبع هو نفس تيار من هو؟ الجامع، وهو نفس تيار الجامع. واحنا قلنا في دائرة الباعث المشترك تيار الجامع لو تلاحظون هذا هنا مثل ما اثبتنا انه الاي سي هو نفس الاي اي، يعني كانما الاي دي هو نفس الاي سي، والاي سي هو نفس العفو الاي دي هو نفس الاي اس، والاي اس هو نفس الاي سي، والاي سي هو نفس الاي اي. وبالتالي لو تلاحظ انه الاي اي شي يساوي الاي اي هو حاصل قسمة الـ VEE على الـ RE. تيار حسب قانون أوم الـ VEE تقسمه على الـ RE شي يطلع لك تيار الـ IE. إذن أنا تحكمت بقيمة التيار عن طريق شنو؟ عن طريق قيمة فولتية الـ VEE والـ RE. قسمة VEE على الـ RE يتحكم بالـ IE، والـ IE يتحكم بالـ IC، والـ IC يتحكم بالـ IS، والاي اس يتحكم بمن؟ بالاي دي. لو تلاحظون هاي سلسله واحده مرتبطه بالثانيه، وهي كاتب لكم اياها هنا. الان اني لو تلاحظون من هذا الشكل اللي هو خواص هذا الترانزستور هذا الدي اف اي، شو نشوف؟ نشوف انه انت عندما تكون الفي جي اس تساوي صفر يكون التيار في اعلى قيمه اللي هو اي دي اس اس، لكنه إذا التيار قل عن الـ IDSS قل بشوية عن الـ IDSS شو راح يصير عندي؟ راح يصير انحياز الـ VGS يكون سالب. إذن من يتحكم بفولتية الـ VGS منه؟ هو قيمة تيار المصرف هذا. أنت بس شوية تخلي هذا التيار الـ ID أقل من IDSS، لأن قيمة الـ IDSS تعني أن الـ VGS صفر. إحنا قلنا اللي قابل الـ VGS يساوي صفر هو التيار IDSS.
لكنه انت اذا قللت الاي دي اس الاي دي عن الاي دي اس اس مباشره حسب هذه المنحنيات راح شي يصير، راح يصير في جي اس سالم. اذا في هذه الدائره الكهربائيه من يتحكم في الجهد السالب للفي جي اس هو من هو؟ هو تيار الاي دي. لكنه في الجزء الاول قلنا احنا قلنا الاي دي من يتحكم به؟ يتحكم به الاي اس، ومن يتحكم بالاي اس؟ الاي سي، ومن يتحكم بالاي سي؟ الاي اي، ومن يتحكم بالاي اي؟ في اي اي على ار اي. اذا انت بشيء قصير انه الفي اي على الار اي تتحكم مباشره بالفي جي اس، مباشره بالفي جي اس. كل ما هنالك انت حاول ان تجعل الاي دي هو اقل من الفي دي اس اس، وبالتالي تحصل على في جي اس سالبه، وهو ما مطلوب المن لعمل هذا النوع من الترانزستور. انت لو تلاحظ هذا الشكل انا مخليه على صفحه، او هو نفس هذا الشكل حقيقه، هذا الشكل انا راسمه باليد هو نفسه، انه انت على ما تخلي الفي جي اس سالبه يجب ان الاي دي تقل عن الاي دي اس اس، وبالتالي تم التحكم بالفي جي اس عن طريق الفي اي على الار اي. هذا هو الانحياز النوع الثاني، وشكرا جزيلا لكم.